السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من استراحه القهوه. اليوم عندنا ان غوسيت تري فاسيل، سي دي ميني كيك بالكراميل اي شوكولا. دونك والمقادير تاعهم بزاف سهلين، عندنا كامل في الدار. دونك نبدا نعطيكم المقادير. نستحقوا 180 غرام من الزبده، نستحقوا 6 بيضات، نستحقوا 100 غرام تاع شوكولا نوار اولي كيما كان عندكم في الدار، نستحقوا حوالي 3/4 تاع الكاس من السكر، و للتزيين بون نسحقوا لا ليفور، نسحقوا لا فاني. بون للتزيين نسحقوا شويه كراميل شويه شوكولا بلون، اي انا كانوا عندي شويه لي نوازات محمصين في الدار. دونك اذا كانوا عندكم كاكاوات تقدروا تستعملوا كاكاوات، اذا كان عندكم لوز تقدروا تستعملوهم كيف كيف. يلا نبداو طريقه التحضير. بون نديو لو بول تاع لو بيترين. الحاجة الأولى اللي نديروها نبداو نفقو عليه البيض تاعنا، نديروه يتخبط ونبداو نزيدو له بالعقل لي زانغغيديو. دونك نبداو بالبيض. بسم الله. نزيدو للبيض تاعنا قلت لكم قيس 3/4 تاع كاس سكر، ونحطوهم في البسموم في البيترين، يتضربوا مع بعضهم حتى وين البيض تاعنا يولي يرجع ان بو يبلونشي، شغل يولي راح يميل لا كولور بلونش. سي بون لو سكر تاعنا تميلونجا مع البيض. دوكا واش نروحو نديرو؟ نروحو نذوبو زبده مع 100 غرام تاع شوكولا في ان بان ماري. نبداو بالزبده، اون فوا دوبنا زبده نبداو نزيدو لها شوكولا. بون نبداو نزيدو شوكولا. بون بعد ما داب الشوكولا تاعنا مع البيغ، شوفوا هذا الشكل. نروحو نزيدو لهداك الخليط ومن بعد نكملو لي زانغغيديون الاخرين. C'est bon. نجيبو باسوار ونكملو لي زانغغيديون ناشفين. دونك نسحقو لافاني، نديرو اون بوتيت كونتيتي تاع لافاني بلوس اون كويير اي دمي تاع لا ليفور شيميك.
دوكا لا فارين شتول الكاس اللي درتو به العبار تاعكم تاع السكر تحكموا لنفس الكاس ديروا به العبار تاع لا فارين دونك هذاك 3 كار تاع الكاس تاع السكر ديروا 2 وشويه تاع لا فارين نجوزهم في الباسوار باش ما يقعدوناش لي غرومو من بعد داك لاباط تاعنا ما تجيش مليحه نزيدو نديو قلنا شويه مور ما نجوزوها في الباسوار نروحو نجيبو اون سباتول ونبداو ندخلو لا فارين تاعنا في العجينة دوكا نجيبو اون سباتول نبداو ندخلو هذيك لافارين داخل في العجينه بالعقل حتى وين تعود لنا اون بات اوموجين بون العجينه تاعنا تاع لو كيك راهي بخيت دوكا نروحو نجيبو دي مول انا خيرت واحد لي مول يشبهوا لا فورم تاع دو نوت دونك شاك بيرسون تقدر تستعمل لي مول كاين اللي عندهم لي مول تاع سيليكون تاع يقدروا يستعملوهم وشنو نديروا لهم ان بو دو بور ولا ان بو دو فارين باش ما تلصقش لا بات لداخل دوك بلا ميم كويير نبداو نحكمو بلو نحكمو لو مول تاعنا ونعمروه تعمروش بزاف باسكو تخليو قسم الخميره كي تخمرش ما يفيدلكمش دوك نوري لكم ابو بري شحال نعمرو المول الا عندكم دي مول تاع سيليكون تقدروا تاني تديرو فيهم انا حبيت هدايا باسكو ومن بعدك تشوفوا كيفاش راني حندير لهم لا ديكوراسيون تسحق هذاك لو كرو اللي كاين في هذا المول بون بهذوك لي زانغريديون لي راني عطيتهم لكم يجيبوا لكم اون بون كونتيتي شغل صح هما لوازم ماشي بزاف بصح راح يجيبوا لكم اون بون كونتيتي راح يجيبوا لكم اون فانتين ولا ابو بري تاع هادوما لي ميني كيك بلو يكون لو مول تاعكم صغير بلو لا كونتيتي راهي راح تجي بون انا لو مول تاعي ماشي بزاف صغير مي لو كان يكون لو جينيرالمون لي مول هادوك تاع سيليكون يجوا شويه صغيورين دونك الا استعملتوهم راح تخرج لكم العدد بزاف كبير هكا نكونو عمرنا كامل لي مول تاعنا دوك ما بقالنا غير ندخلوهم للفوق يقعدوا 20 مينوت في الفوق على درجه 180 درجه نروحو فاصل نعاودو نروحو نولو نشوفو طريقه التزيين
فوالا هاوليك الكاطو تاعي بعد ما خرجناه، دونك شوفوا كيفاش يجي داير، يجي مام طالع بيان. دونك دوك ندوزو لمرحلة التزيين. واش راح نديرو؟ راح نسحقو اون كونتيتي تاع الكراميل. دونك الا كانت عندكم كراميل في الدار مليح، الا ما كانش عندكم كراميل في الدار سي فاسيل ا بريباري في الدار. دونك تسحقوا سكر، تسحقوا شويه تاع زبده وشويه كريم ليكيد. دونك تذوبوا السكر تاعكم حتى كي تشوفوا بدا يتكاراميليزا، زيدوا له اون كونتيتي تاع الزبده، ومن بعدك تفرغوا عليه اون كريم ليكيد حتى وين تولي لكم عندها لاسبي شويه شغل اون كريم. فوالا. دونك انا لا كانت عندي كراميل واجده، نجيبوا دو بول باش نديروا فيهم التزيين. واحد نديرو فيه الكراميل باسكو انا حنا غنغطسوهم في الكراميل، والدوزيام راح نديرو فيه كيما قلت لكم انا عندي دي نوازيت، لي نوازيت ولا اللوز ولا الكاوكاو ولا الحاجه اللي كانت عندكم في الدار، باش ابخي ما نغطسوهم في الكراميل نعاودو نغطسوهم في هذاك الكاوكاو ولا لي نوازيت اللي يكونوا عندنا. صح، نحتاجو اون كويير. بسم الله. بون الكراميل شوفوا لاسبي تاعها راهي شويه جامده، دونك لازم شغل تحركوها شويه، تخدموها شويه حتى وين ترجع شويه ليكيد باش تقدروا تخدموا بها. دونك سابهم بون، نزيدو قبل نحطو هذايا باش من بعد ما تجينا فاسيل، نحطو هاد لا كونتيتي تاع الاخر اللي عندنا. نحكمو لو هادوما لي ميني كيك، نغطسوهم في الكراميل. مور ما نغطسوهم شوفوا راني حابه ناكلهم دوك دوكا، نروحو نرمدوهم في لي نوازيت تاوعنا. فوالا، نجيبو الحبة دوزيام. اون اتوندون سيت، اون اتوندون نروحو نديرو شوكولا بلون، نديروه بطريقة التزيين التانية، نديروه يدوب ونكملو الخدمة تاعنا. دونك فوالا، نشعلو النار تاعنا، نحطو شوكولا دوف ان با ماري. ونكملو التزيين تاع هادوما. بون، نحطو الحبة دوزيام في الكراميل. بون تقدرو تزينو عندكم ألف طريقة باش ديرو له التزيين. تقدرو ديرو له شوكولا من الفوق، تقدرو تفتحوهم تقسموهم اون دو وديرو فيهم تانيت من الداخل اون كريم، تقدرو تستعملو لا كريم شونتيي، تقدرو ديرو لهم ألف طريقة تاع التزيين. واش درت؟ كانوا عندنا دي بوم هذوك صغار التفاح، قشرتهم ودرتهم في ان سيرو يطيبو، درت لهم السكر ودرت لهم الماء وعود تاع القرفه خليتهم يطيبو فيه. مور ما طابو هذيك الحبه نروح نزيد نغطسها ثاني في الكراميل، نغطسها حتى وين تولي ما تبانش، تولي كامل مغلفه بالكراميل. دونك هذيك الحبه تاع البوم تاعكم جو تحطوها لهنا، اي فوالا، فوالا الشكل تاع الكيك تاعي كيفاش يولي. طريقة تانية تاع التزيين، نحن نستناو برك الشوكولا تاعنا حتى وين يذوب باش نكملو نديرو التزيين. تقدروا ديروا لهم ميم دي فخوي من الفوق، ديروا لهم لا كريم شونتيي، ديروا لهم ديكوراسيون بلا كريم شونتيي، ومن بعد تشبحوهم بلي فخوي اللي يكونوا عندكم، تقدروا طيبوهم في ان سيرو. فوالا، مور ما دابت لنا الشوكولا شوفوا الشكل تاعها راهي تشهي، نروحو نكملو التزيين تاع الحبة الأخرى، نطفيو عليها. دوك هادوما سي بون، نجيبو هداك لو كيك تاعنا نغطسوه لا ميم شوز كيما غطسناه في الكراميل، نغطسوه هاد الخضرة في الشوكولا بلون. عليكم النتيجة. مور ما
ما درنا له شوكولا بلون انا كانوا عندي دي دراجي فيهم شي كولور من الداخل اون بلوس لا كولور تاعهم تري اتيرونت انا انسانه ناكل بعينيا دونك نحب لا بريزونطاسيون و سي تري امبورطون جو فوا كو بارفو يكون حاجه تكون بنينه وما تكونش بيان بريزونتي عندنا ما تديناش باش نروحو نشريوها ولا نروحو ناكلوها مي بار كونتر بارفو ميم سي الماكله تكون ماشي بنينه وتكون بيان بريزونتي نروحو نشريوها حتى كي ندوقوها باش نفيقو دونك وعلاش لا تكون بنينه وبيان ديكوري دونك كيش دي كولور بزاف شابين دونك استعملت هذه الدراجي باش ندير بها لا ديكوراسيون نحطو حبه هكا اي لو ريست نديرو دي بيبيت دو شوكولا دونك هذا اختياري كل انسان يقدر يدير واش عنده سولون لو غو تاعو فوالا بون انا هذا هو التزيين اللي خيرته اليوم للكيك تاعي نروح نكمل التزيين تاع الحبات اللي قعدوا لي ونشوفوا الكيك تاعنا في صحن التقديم مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية الحلقة تاع اليوم كانت هذه هي وصفتي النهار اليوم كما شفتوا شبحتهم بطريقة مختلفة ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير نتلاقاو في الحلقة القادمة ان شاء الله